وصفة اليوم جوفخ ساهلين وكيجو ناجحين 100% وكيجو مقرمشين. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو كاس ديال العنبة ديال الحليب، جوج معالق كبار سكر بني أو سكر سنيدة على حسب اللي متوفر عندنا في المنزل، جوج معالق كبار من الزيت العادية، جوج بيضات، معلقة صغيرة ديال خميرة الحلوى أو صاشي ديال خميرة ديال الحلوى من وزن 8 غرام، وصاشي ديال سكر فاني. أنا هنا عندي فاني غبرة فدرت نص معلقة صغيرة، وعشرة معالق كبار ديال الدقيق. بالنسبه للسر باش كيجونا هاد لي كوفخ هادو مقرمشين، هو اننا الخليط ما كنخلوش جاري، فالخليط كيجي تقيل شي شويه كما كتشوفوا في الفيديو. بعد ما كيوجد الخليط فكندوزو مباشره كنسخنوا الاله ديال لي كوفخ. من بعد ما كتسخن مزيان كندهنوا جميع الجوانب ديالها بزيت العاديه. من بعد كنصبوا الخليط في الآلة وكنسدوها وكنخليهم حتى كيطيبوا، وكنعاودوا نفس العملية حتى كنساوي الخليط كامل اللي عندنا.
وهادو هما لي غوفغ ديالنا من بعد ما وجدوه. كما سمعتو في الفيديو فهاد لي غوفغ هادو كيجيو مقرمشين مزيان، ويمكن نرافقوهم مع الشكلاط، يمكن نديرو العسل، يمكن نديرو الفواكه بحال البنان بحال الفريز، فعلى حسب الذوق ديالنا. نتمنى تجربوهم وان شاء الله غادي يعجبوكم. وشكرا لكم على المتابعة، والتقوا في الوصفة الجاية ان شاء الله. الى اللقاء.